خلينا نروح نشوف افتحي شباكك انا جيت. ده حسن شاكوش. نشوف ماذا قال حسن شاكوش ونرجع نكمل مع حضراتكم. عود البطل راح المكسيك. ها عود البطل راح المكسيك. مبروك. حبيبي يا علامي. حبيبي قفشه طلع اداك التيشيرت مخصوص. طبعا ده قفشه اخويا طبعا وحبيبي وكل لعيبه النادي الاهلي اخواتي. بس قفشه قال لي بعد ما اخلص الماتش ان شاء الله هديك التيشيرت وهو وافق وبعض معايا. متوقع فوز الاهلي يا ابو علي؟ اه طبعا انا وشي حلو الحمد لله على طول يعني بس يوم 8 هنعمل ايه ان شاء الله؟ يوم 8 ان شاء الله نعمل مباراه كويسه وباذن الله ناخد البطوله وبكره ان شاء الله باذن الله لعيبه منتخب مصر ترجع ان شاء الله بكاس افريقيا ان شاء الله. انا شايف الجمهور بيقول لك اقعد معانا اليوم 12 الاهلي يلعب النهائي لاخر يوم يا كابتن. ان شاء الله انا قاعد اصلا ان شاء الله مش ماشي ان شاء الله. تشجيع للاهلي بقى هنقول حبيبتي افتح شباكك انا جيت انا واقف تحت البيت مش عامل زي توسيط وعشتيني بتلفي وتدور عليا ليه مش عايزه تحن ليه طب بص يا بنت الايه اوه انا وي اوه جمهور ده مع عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني دايما معاه الاهلي اقول عمري عشان الاهلي